السلام عليكم متابعينا. لقد أرسل الله تعالى أنبياءه ورسله في كل زمان ومكان حتى لا يكون لهم حجة على الله يوم القيامة، فأرسل الله أكثر من 300 نبي وبلغهم بالرسالة والدعوة، ولكن لم يذكر منهم إلا 25 نبيا، فمنهم من أرسل إلى بني إسرائيل ومنهم من أرسل إلى غيرهم. وكان نبي الله شعيبا من أشهر الرسل الذين أرسلهم الله تعالى إلى العرب، ولكن للأسف فإن معظمنا لا يعلم عن قصة هذا النبي العظيم ولا يعلم عنه شيئا سوى اسمه. ولكن من هم قومه وماذا فعلوا به وكيف كانت نهايتهم؟ لتعرفوا قصة هذا النبي العظيم تابعوا معنا. أرسل الله تعالى نبيه شعيب عليه السلام إلى قوم يدعون مدين، وهم العرب الذين كانوا يسكنون في قرية مدين في أطراف الشام عند منطقة الحجاز، ويقال إنه كان حفيد نبي الله لوط عليه السلام. وكان قوم مدين من أسوأ الناس، فكانوا يقطعون الطريق ويسرقون المرة ويغشون في الكيل والميزان، ويعتبرون الغش والخداع ذكاء ودهاء، وفوق كل ذلك كانوا يعبدون الأيكة من دون الله، والأيكة هي الأشجار الملتفة حول شجر يدعى الأيك. وكان من بينهم رجل صالح يدعى شعيب، اصطفاه الله تعالى وكلفه بالنبوة والدعوة، فانطلق إلى قومه يدعوهم لعبادة الله وتوحيده والتوقف عن عبادة الأشجار، وينهاهم عن الغش والخداع وإخافة الناس وسرقتهم. أنا لن آمركم بشيء إلا وأكون أول من يفعله فيكم، ولن أنهاكم عن شيء إلا وسأكون أول من يتركه فيكم، فلما لا تصدقونني؟ فضاق قوم مدين ذرعا بشعيب، فهو يعكر عليهم صفو حياتهم ويتدخل في أمورهم، فبدأوا يخططون للخلاص منه وإخراجه ومن آمن معه من القرية، فذهبوا إلى بيته ليهددوه ويخيروه إما أن يعود إلى دينهم ودين آبائهم أو يطردونه من القرية. فقال لهم: كيف تجبروني على ترك دين الحق وعبادة الواحد الأحد بعد أن من الله علينا بالإيمان؟ يا قوم، لا تجعلوا حبكم لمخالفة كلامي وخصامكم لي أن يدفعكم إلى الاستمرار على جهلكم وضلالكم فينزل الله عليكم العذاب. واعتبروا بمن كان قبلكم من قوم هود وصالح والذين كذبوا رسلهم فأهلكهم الله. فردوا عليه بأنهم لا يفهمون ما يقوله، وأنهم لا أيقن نبي الله شعيب عليه السلام أن قومه قد وصلوا إلى أعظم درجات النكران والعصيان لله تعالى، وفقد الأمل من إيمانهم. قال لهم بلهجة تهديد ووعيد: إن كان هذا ما تريدون فابقوا على كفركم وضلالكم، وأنا والمؤمنين معي سنبقى على إيماننا، وسيبين الله تعالى من هو على الحق ومن هو على الباطل. وعندما وجد نبي الله شعيبا أن قوم مدين بدأوا يعتدون عليه وعلى المؤمنين معه، استنصر الله تعالى عليهم في تعجيل ما يستحقونه من العذاب. ربنا افتح بالفاتحين. فالله تعالى لا يرد دعاء أنبيائه إذا استنصروه، وخاصة على من جحدوا وكفروا به وخالفوا رسله وآزوهم. فأمر الله تعالى نبي الله شعيب أن يخرج من القرية هو ومن آمن معه حتى لا يصيبهم العذاب مع قومهم. فخرج نبي الله شعيب والمؤمنون معه وابتعدوا عن القرية، وجاءت ساعة العقاب الإلهي. وفجأة لم يجد قوم مدين إلا أن رجفت بهم الأرض وزلزلت زلزالا شديدا، دمر بيوتهم وأزهق أرواحهم، وصيحة شديدة عظيمة سوت أجسادهم بالأرض وأخمدت الأصوات، فلم يبقى فيهم رجل يتنفس. الله تعالى نبيه شعيب والذين آمنوا معه من أهوال العذاب. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا، وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. وعاد نبي الله شعيب إلى أبواب القرية ونظر إلى ما حل بقومه، وقال لهم: يا قوم مدين،
وقد بلغت ما أرسلني الله به من البلاغ والدعوة والنصح الدائم لكم، وحرصت على هدايتكم فلم ينفعكم ذلك، لأن الله لا يهدي من يضل. فكفرتم بالله وتحديتموه تكن بعيدة عن قوم لوط، فقد كانوا بعدهم بزمن قريب، ولكنهم أصروا على كفرهم ولم يعتبروا بغيرهم من الأقوام، فكانت تلك عاقبتهم. يا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح، وما قوم لوط منكم ببعيد. ويقول الكثير من العلماء أن نبي الله شعيب كان شيخ مدين، وأن موسى عليه السلام حين خرج من مصر هاربا من فرعون بعد أن قتل أحد جنوده سافر إلى مدين، فتعرف على نبي الله شعيب والد الفتاتين التي ذكرت قصتهما في القرآن الكريم، والتي كانا يريدان أن يسقيان أغنامهما، ولكنهما كانا ينتظران الرعيان حتى ينتهوا، فسقى لهم نبي الله موسى. انتهت قصة اليوم. نرجو أن يكون المقطع قد نال إعجابكم. إن أعجبكم المقطع لا تنسوا وضع إشارة الإعجاب والاشتراك في القناة دعما لنا، وتفعيل زر الجرس ليصلكم منا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.